إلى موضوع آخر أو ذي الصلة، حيث تواجه فئة المسبوقين قضائيا مستقبلا مجهولا في ظل عدم وضوح الرؤية للنصوص القانونية التي أوجدتها الدولة لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. نتابع التفاصيل مع عمر عمري وورد أقشيش. إشكالية عويصة لا تزال تلقي بظلالها القاتمة على عالم المسبوقين قضائيا. هذه الفئة الخاصة من المجتمع التي صار مستقبلها مجهولا تظل قائمة تفرض نفسها بقوة وإلحاح في المجتمع. ابتداء من القانون 6 فبراير 1972 وانتهاء من القانون 10 فبراير 2005 حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن تأتي بتشريعات تتماشى و خلق فرص من أجل إعادة إدماج هذا المحبوسين. النقص الذي ما زال وما زال رجال القانون يجتهدون من أجل تحصيل هذه الفئة لحقوق أكثر يتمثل في مجال الوظيفة العمومية. محمد حشوف، أحمد بومحداف وفريد العايش شباب من ولاية خشلة متابعين قضائيا في قضايا مختلفة، هم اليوم يجدون صعوبات كبيرة في اندماجهم في المجتمع. نيزو كنجيب خبزتي مني كل ما اختنيت بلدية ما تعطيليش، يعطيني مالية ساعة يعطولي ساعة ما تعطيليش. النداء تاعي السلطات المالية ولا الناس اللي همهم الأمر ولا الناس اللي راهي حكمة المناصب ولا كرسي يكونوا اللي عنده عمل يعملوا يخدموا، ما تروحش يقول لك وما كانش ولو غاب ولو قعد كونجي ولو رب وما كانش البديل. في انتظار خطوات جريئة وجديدة لتفعيل ما تم سنه وإصداره من مختلف القوانين بمختلف صيغها من النصوص التشريعية والمراسيم، تبقى هذه الشريحة الواسعة تعيش حالة سبات لا تلقي إليها أجهزة السلطة إلا حينما تعبر عن نفسها من خلال الحوادث.